السلام عليكم يا اخو عبد الحق الناصري. راح نتحدث اليوم عن قصة مقتل شاب ببيت شاعرة مهمة في بغداد. شاعرة كانت تكتب اشعار غزل للنظام السابق، تم قتل اخوها بباب بيت. فشنو القصة؟ لا تفوتون الحلقة، وخليكم وياي قبل ما انسى. لا تنسى دعمي بلايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، فعلا يساعدني. يلا خليكم الحلقة. طبعا جميع ما راح اذكر اسمائهم هي مو اسماء حقيقيه، بس انا حبيت احط اسماء وهميه مثل ما يريد الكاتب. طبعا القصص ماخوذه من كتاب ضحايا وخفايا للواء الشرطه المتقاعد طارق متعب احمد. في مطلع التسعينيات اقدمت شاعره معروفه على ذبح اضحيه اللي كان هو ثور على سلامه الرئيس العراقي صدام حسين في مطلع التسعينيات المعروفه في الغوغاء في تلك الفتره. عموما وكانت في يوم ميلاد الرئيس صدام حسين، واثناء الاحتفال هي واخوتها قتل اخوها برصاصه مباشره في القلب. تلك الفتره كان اكو تشنج كبير في العراق، فكانوا عبالهم انه هي جريمه سياسيه، فارسلت القياده هناك مباشره الشرطه الى بيت الشاعره حتى يشوفون كيف قتل هذا الشخص. لكن عندما وصلوا الشرطه تفاجئوا انه المقتول راح مباشره الى المستشفى محاوله لانقاذه، والمكان البقع الدم اللي مضروب بها ومكان الحادث تم مسلو. فسألوها من المساعد آثار الجريمة، فقالت أنا مساحتها ما أقدر أشوف دم أخويا بالأرض. عموما فبدأوا يبحثون عن الظرف التابع للرصاصة. إحنا معروف الرصاصة، وأكو ظرف اللي هو الفارغ اللي يخرج من السلاح النار. ما وجدوا الفارغ هذا، بس من جوه عاينوا مكان. فبدأوا بالتحقيقات، سألوا الشاعرة وأخوها، قالوا لهم شو صار الحادثة. قالوا إنه إحنا كنا بالطرمة بدأنا نوزع، وكنا قاعد نوزع اللحم على الفقراء والجيران، فاجأنا بشخص كان موجود في الطرف الآخر من الشارع وقام بضرب رصاصة واحدة جتي مباشرة بصدر أخويا وتوفى على أثرها. وكانت أكو سيارة تاكسي تنتظره، ركبها ويا فكي. فهنا الشرطة بدأت تحاول تصل لهذا الموضوع، خصوصا أنهم ما يعرفون هل هي جريمة سياسية اللي تابعة للأمن ويجب على الأمن البحث بها، أم هي جريمة عادية تحدث يوميا. ولاحظ ضابط التحقيق أنه أخو الشاعرة كان يمشي وياها ويشرح التفاصيل اللي صار أيضا، يعني ما ترك أخته وحدها تشرح التفاصيل. وكانت ثلاث محاور تحيط بضباط الشرطة. المحور الأول هو جريمة شرف، والمحور الثاني هو عداء شخصي، أما المحور الثالث فهي جريمة سياسية بسبب ذبحها للثور عن سلامة الرئيس العراقي صدام حسين. بس ضباط الشرطة شكوا بأخو المقتول، خصوصا انه ليش تم مسح مكان الجريمه، وكانوا اقرب عندهم انهم جريمه شرف، لان خصوصا ليش تم مسح مكان الجريمه وليش ما تم التحقيق مباشره بنفس اليوم، خصوصا انه التحقيق صار بعد يوم كامل، اي يعني بعد ما دخلت الشاعره بفتره العزاء. هنا بداوا يحققون ويا اخوها، واللي اكتشفوا بالصدفه العجيبه انه اصلا مفوض شرطه ويمتلك سلاح ناري بنفس العيار اللي قتل باخو الشاعرة، وخصوصا انه المقتول مات برصاصة واحدة مباشرة بالصدر. يعني صعب ان يكون شخص عمر شارع يضرب مباشرة تجي بالصدر ورصاصة واحدة. من عادة الشخص اللي يريد ينفذ جريمة يضرب اكثر من رصاصة على امل انه تصيب بكل مكان حتى يموت الطرف الاخر. وبعد ضغط مباشر عليه اكتشفوا انه هذا الشخص قتل اخوه. بس ليش قتل اخوه؟ يقول اخو الشاعرة طبعا القاتل انه كنا احنا بالاحتفال ومحتفلين بنجاة السيد الرئيس، كنا محتفلين بيوم ميلاد، وكنت اني احمل مسدس وكنت احاول انفضه، فخرجت رصاصه منه مباشره جتي صدر اخويا وقتلته، وانا ما كنت قاصد اني اقتل. وهنا تنتهي التحقيق ويا القاتل حتى تفوت الشاعره اللي واجهوها انه اخوها اعترف بكل شيء. فتقول الشاعره قالت انه فعلا اخويا انا كنت بالمطبخ، كنت قاعد اسوي لهم غدا، واخوتي كانوا جالسين سوا، سمعت خروج رصاصة، خرجت لقيت أخويا مقتول والأخوي الآخر هو القاتل، فصرخت فقال لي أنه أنا بالغلط وأنا كنت قاعد أنظف المسدس، ما كنت قاصد أقتل، خصوصا أنه ما تم قتله مباشرة، يعني مو استهداف شخص، يعني هي مجرد ضربة حظ جتي مباشرة بصدر. فمسألوها ليش كنت تحاولين تعتمين على القضية؟ قالت أنه أنا عندي أخين، أخ مات وصعب علي أشوف أخويا الثاني تحت الإعدام. فهي كانت متصورة انه جريمة الخطأ الغير العمد يعدم مباشرة، فقالوا لها انه هذه جريمة قتل غير عمد، بمجرد سقوط الدعوة ما راح يتم اعدامه، مجرد ياخذ سنة واحدة بالسجن الحق العام وخلاص.
واعترفوا الطرفين بهذه الحادثة وتم حبس أخوها لمدة سنة واحدة وتم إخراجه من السجن. وهذه الحادثة دائما تصير في أي بيت موجود به سلاح، خصوصا إذا كان السلاح بيد شخص ما يعرف يتعامل وياه، فهذه الحادثة دائما تصير في كل البيوت. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو، هذا أتمنى كان فيديو قصير، أتمنى كل خفيف الظل عليكم والسلام ختام. عراق الحضارة رسم نحت طرب، جهز العصارة ويا عبد الحق تلقى كل المعلومات، نشهد راس أعمال حياة وفاة، برو 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 فايل، برو 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 فايل.